غدا كمال فنانة مشاركة ومديرة الورش والعروض في سمبوزيوم الأقصر السريالي. السمبوزيوم فيه ورش تشكيل فردي وجماعي، وهيكون فيه بينتينج وكولاج وميكسد ميديا، وفي ورش للأطفال هتبقى يوم 24 يناير. ده غير ان هو هيبقى فيه كمان ورش او كولابوريشن في الاداء الحركي وفي السينما. هيتم عرض كل ده في الاخر في معرض في فنون جميله في الاقصر، وده هيكون جزء من الشغل اللي هيسافر لسان سيف كلاب فيه الاشتراك في 100 عام سرياليه، وامتداد للمعرض السريالي الدولي اللي كان في القاهره الجزء الاول منه، وبعد كده اتنقل اسكندرية، وبعدين فعالية سمبوزيوم الأقصر السريالي، وبعد كده هيكون سان سير كلاب، وهيكون طبعا على التوازي في بودابست وعلى بعض.